لحظة، هي اللافتة دي كانت موجودة دايما؟ لا تضغط على الزر. واو، زر، يبقى لازم نضغط عليه بالتأكيد. مش عارف، اللافتة مكتوب عليها ان احنا ما نضغطش عليه. مش مهم، حاول تحط لايك واشتراك قبل ما اضغط عليه. يا ترى بتودي فين البوابة دي؟ اهلا بكم يا جماعة في الفيديو بتاع النهاردة. انا كنت بهرب من حاجة، مش فاكر بجد، فقدت الذاكرة تقريبا، وجيت المكان الغريب ده، مفيش بلوكات حقيقي، عارفين الحاجات الوحيدة اللي بلوكات انا والبيكاكس بتاعي. عموما زي اي لعبة ماينكرافت عادية، المفروض اول حاجة عندنا ان احنا نلاقي الخشب. اوك وود يا جماعة، شجرة من نوع الاوك. دلوقتي طيب، بعد كمية متخلفة من التعب جمعت اوك وود بشكل سبب ما هو من ماينكرافت برضو. يا جماعة انا مش عارف انا بصراحة هرجع البيت ازاي تاني بتاعي في ماينكرافت، ولكن الحاجة اللي انا عارفها اكيد ان انا هيبقى متعب جدا، هستكشف المكان الغريب ده. تعالى. طب بعد ما جمعنا الاوكود الخشب، يعني الخطوة التانية ان احنا نجمع ستون. لحسن الحظ معنا البيكاكس بتاعتنا. هل تقابنا اي ستون قريب من هنا؟ هو اكيد اللي بنى الحاجات ديت كان محترف جدا في البناء، يعني مش عارف بصراحه الحاجات دي اتبنت ازاي. لسبب ما العالم الغريب دوت افتكرت يا جماعه لما دخلت البوابه ان هي بوابه نظر عادي جدا، لكن طلع ان هي بوابه غريبه وبتحولك للشكل المتخلف ده. الستون يا جماعه، A few moments later. حتى الستون لسبب ما بيتكسرش، مع اني معايا دايموند بيكاكس يا جماعة. دايموند بيكاكس ما بيتكسرش الستون. لازم ان احنا العالم ده صعب جدا. هي الناس اللي عايشة هنا ديت عايشة ازاي؟ لازم ارجع لعالم ماينكرافت بأسرع طريقة ممكنة. هرجع تاني لمكان البوابة. اخيرا وصلنا مكان البوابة. وات، راحت فين البوابة؟ راحت فين البوابة؟ راحت فين البوابة؟ كانت هنا بالظبط، كانت هنا بالظبط. ايه ده؟ وات، خريطة الكنز. يا ترى الكنز ده فين؟ هل ممكن تكون حاجة تساعدني ان اروح البوابة؟ بس يا جماعة انا معايا مواد قليلة جدا، معايا حرفيا الدايموند بيكاكس بتاعتي والسيف الجولد الذهبي يعني، واكيد هقابل موبات كتيرة في وانا رايح. يا ترى الكنز دوت هيكون ايه بالظبط؟ يا رب تكون حاجه تساعدني اروح البوابه تاني وارجع لعالم ماينكرافتي. هشيل بقى الخريطه دي في الانفنتوري. ليه ما بتتشالش في الانفنتوري؟ ليه ما فيش حاجه بتقدر تروح في الانفنتوري؟ هشيلها بالطريقه العاديه بقى خلاص. ماشي، نطلع السيف دلوقتي. انا عندي الهانجر. يا جماعة الهانجر عندي واطي جدا، الهانجر عندي واطي. لا
لازم ان انا جعان جدا، لازم ادور على حاجه اكلها. احيانا محتاج اكل فعلا، بس معايا ستيك واحده. ديت كانت اخر ستيك معايا. محتاج دلوقتي ان انا الاقي اي موبي يتاكل فعلا، يا اما هموت من الجوع. السيف جولد بتاعي الذهب، لازم نلاقي اي اي ضحيه فايسه تتاكل. يا جماعه لقيت موب غريب جدا مش موجود في اللعبه الحقيقيه. يا جماعه في موب غريب لازم اروح اقتله. يا جماعه طب انا محتاج الاقي طريقه عشان اطور السيف بتاعي، محتاج اطور سيفي الجولد الذهبي. كتاب دلوقتي هستعمله عشان اعمل تطويف. ليه بيتطورش يا جماعه؟ ليه بيتطورش؟ ليه مش شغال؟ طيب انا القوانين بتاعت ماينكرافت بتشتغلش هنا، قوانين ماينكرافت بتشتغلش هنا. طيب يا جماعه بما ان شكلي ان انا قاعد هنا كتير، خلينا نقرا شويه من تعليقاتكم. ياسمين جيمنج 4506 بتسال ايه اكتر اغنيه عجبتك من طيور الجنه؟ انا اكتر اغنيه عجبتني من طيور الجنه هي ماما جابت بيبي. جون مالك بتقول اعمل فيديوهات حلوه قناتك زباله. اتمنى يعني ان الفيديو اللي انا بعمله دوت يكون حلو يعني ويغير رايك في قناتي. ستيف جيمر بيسال ممكن تشتري لي حساب ماينكرافت البي سي؟ بص يا استاذ ستيف بصراحه كده انا مش لاقي اكل اساسا فمش عارف هجيب لك منين. عموري بيسال انت ليش قصير؟ والله يخلق ربنا مش عارف اقول لك ايه. جهاد 2008 بتسالني انت كاتب ايه؟ جهاد 2008 بتسالني بتلعب كوره؟ بصراحه انت شايفاني يعني يوتيوبر ماينكرافت اكيد ما بلعبش كوره يعني. وبس دي كده تعليقاتكم يعني اللي لفتت انتباهي. لو في لو عايز تطلع في الفيديوهات اللي جايه اكتب تعليق. انما ماكدونالدز يلا احنا رايحين ماكدونالدز لان اكتشفت ان هنا ممكن تاكل. الشيء دوت معمول ببيض ستون، اختراع بيض ستوني صعب جدا يعني. المفروض نستعمل الورقه ديت عشان نجيب الاوردر. طيب يا جماعه اكتشفت ان انا في ماكدونالدز دوت ممكن ان انا ادفع فلوس واخد اكل، عامل كده زي القرويين يعني بس على نظام اكبر شويه. انا دلوقتي في انتظار الاكل بتاعي، هنشوف لو الموضوع ده بيشتغل ولا لا. بس هم بيستعملوا غير القرويين اجهزه من ريد ستون صعبه ومعقده يعني، فمش عارف اقول لكم ايه. فيا جماعه دي هي ماكدونالدز الشهير اللي عندهم في المكان دوت، انا مش عارف بصراحه. نشوف ناكله ونشوف يعني. بس يا جماعه خرجت الكنز ديت انا شويه كده فعلا باني لقيت مكان للاكل. شويه كده وهروح ان انا اشوفها. زي ما انتم شايفين هنا علامه الاكس بتدل على شيء، واشك ان هي حاجه ترجعني تاني على ماينكرافت، فهنشوف بقى يعني. طيب يا جماعه انا دلوقتي بحاول ان انا اروح مكان الخريطه دوت، علامه الاكس زي ما انتم شايفين علامه الاكس هنا، بحاول ان انا الاقي الكنز دوت. ان شاء الله تكون حاجه تساعدني ارجع ماينكرافت، لان لو ما رجعتش مش عارف اعمل ايه هنا. لو ما رجعتش برضه هشوف لكم طريقه احمل الفيديو دوت على اليوتيوب وما تقلقوش يعني. يا ترى فين الكنز؟ يا ترى فين الكنز ده؟ يا ترى فين الكنز؟
اوكي دلوقتي اخيرا وصلت المكان المفروض فيه الكنز، المفروض ادور عليه. يلا ندور على الكنز المنيل ده اللي انا قاعد ادور عليه من الصبح. 3 hours later. لقيته. لا القوة الحقيقية قوة الصداقة. لا وات ابو الغاز بيعمل ايه ابو الغاز هنا؟ لا ابو الغاز الفيديو دوت كان صعب تصويره جدا. السبب الوحيد اللي انا صورته ان لم اقطع المليون مشترك. شكرا جدا لدعمكم في الايام الاخيره، وصلتوني مليون مشترك. وبالمناسبه ديت قررت افتح سيرفر ديسكورد. ادخل سيرفر الديسكورد عشان تنعمل فعاليات جامده جدا وقويه جدا وتجارب علميه في لعبه ماينكرافت. لو عايز تيجي الفعاليات ديت ادخل سيرفر الديسكورد، الرابط في الوصف. تعالى الرابط في الوصف، تعالى ادخل هيعجبك والله.